بتعملي ايه؟ جاي منين؟ من الحدايق. من الحدايق. لقيتي مصداقيه هنا في المكان؟ اه طبعا. نفس الاسعار؟ ما بتبقاش فيها عيب ولا حاجه، برجعها بياخدوها. تمام. لقيتي نفس اللي بنقوله في الفيديو ولا لا؟ والمعامله عامله ايه؟ طيب زي الفل، هم كلهم احسن من بعض. منورتيني وعلى راسي. الله يخليك. واتشرفت بمعرفتك. الله يخليك. جاي من سينا؟ اه والله. جاي من جنوب سينا ولا ايه؟ لا، الشمال، الوسط يعتبر. من وسط سينا. نورتيني على راسي حبيبتي. نورتي متابعينك برضه. على راسي حبيبتي، اتشرفت بيكي. واتشرفت بيكي. ايه رايك في المكان؟ طيب. لا ده كفايه اسلوبه، يعني انا بقول مش معايا فلوس بيخلص. تمام. نورتيني واتشرفت بيكي. حاجه زي كده ب 15 جنيه. بصوا 15 جنيه حلو. 15 جنيه. بوت اطفال ده ب 20 جنيه. الكوتش ده ب 35 جنيه. خفيف ريشه. التاني مفيش، ما انا بقول لك ده خفيف جدا. الكوتش ده هيبقى ب 35 جنيه. كوتش الشياكه يتقال له يا بلاش، ده ب 35 جنيه. تحفه. الشياكه زي كده ب 20 جنيه. هتبقى ب 20 جنيه. لحد ما 41 ب 20 جنيه. ده برضه هيبقى ب 20 جنيه. عامل 20 جنيه. هتبقى ب 20 جنيه. ده برضه هيبقى ب 20 جنيه بالوانه. ده ب 20 جنيه. شوف ب 20 جنيه بالوانه. ده هيبقى ب 20 جنيه. 20 جنيه شكله تحفه. ده هيبقى ب 20 جنيه برضه. الشياكه دي ب 20 جنيه. بصوا الجمال ده هيبقى ب 20 جنيه برضه. هيبقى ب 20 جنيه. والله تحفه. ب 20 جنيه. طب الجمال ده ب 35 جنيه. 35 جنيه. 35 جنيه. ب 22 جنيه. ب 22 جنيه. ده برضه هتبقى ب 22 جنيه. ده ب 22 جنيه. ده ب 22 جنيه برضه. 20 جنيه. ب 20 جنيه. برضه 20 جنيه. ده ب 20 جنيه. زي كده برضه ب 20 جنيه. ده هيبقى ب 22 جنيه. دي هتبقى ب 35 جنيه. دي ب 35 جنيه. ب 35 جنيه. ب 35 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند صلاح عتبه والاسعار بادئه معانا من 15 جنيه. عايزاكم تركزوا جدا في الفيديو ده لاني اسعاره النهارده ببلاش. معانا تشكيله لسليبرات الحريمي، معانا كمان الشوزات، معانا صنادل باسعار رهيبه جدا، معانا كمان كوتشيات. الكوتش 35 جنيه، ده ما يجيش ربع ثمنه يا جماعه. كل حاجه هنشوفها النهارده معانا، اسعار ومقاسات وخامات. العنوان بالتفصيل انا مصوره في اخر الفيديو ازاي توصلوا بكل سهوله، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا، لايك وشير لكل حبايبكم ونبدا الجوله على بركه الله. احنا متابعين جوله جديده من مكتب صلاح عتبه. الفيديو النهارده لسليبرات الخروج، وعملت لكم فيديو تاني البلاستيكات كان بادئ من 2 جنيه ونص، صح كده؟ معانا حاجات بادئه تصفيات من اول 15 جنيه. تصفيات يا جماعه، الحاجات دي على طول. الاستاند ده على طول تصفيات، بيبقى موجود على طول. بصوا حاجه زي كده ب 15 جنيه. موديلات كتير، انا هوريكم كذا موديل منه كده وانتوا تشوفوا. حاجه زي كده ب 15 جنيه. اعذرونا بس على الاضاءه. في بيبقى صنادل بنات زي كده ب 15 جنيه. بصوا حاجة زي كده ب 15 جنيه. بصوا الشباشب دي ب 15 جنيه. بصوا 15 جنيه حلو قوي. بصوا حاجة زي كده برضو ب 15 جنيه بأشكالها. بصوا يا جماعة أشكال كتير، كل ده 15 جنيه زي ما أنتم شايفين. صنادل زي كده، وده دي سليبرات كمان 15 جنيه. في صنادل زي كده 15. الستاند ده كله بصوا كل حاجة في 15 جنيه. حاجة زي كده ب 15 جنيه زي ما انتم شايفين. حرف الاتش والشبك ده يبقى 15. بصوا عشان الإضاءة بس ب 15 جنيه. حرف الاتش أهو، ممكن تلاقوا ألوان منه. ده ب 15 جنيه برضو. احنا هندخل معاكم جوه بقى العروض اللي موجود منها كميات. الشغل اللي هنا ده موجود كميات. بدأنا أسعارنا من أول في حاجات 20 جنيه أطفال زي كده. أنت فين يا محمد؟ هات لنا بوت الاطفال ده. بص الحلاوه دي. بص البوت ده، بوت اطفال ده ب 20 جنيه. البوت ده ب 20 جنيه. مقاساته من كام لكام؟ مقاساته من 26 ل 36. وفي شغل لسه بيتكيس يا جماعه، يعني بصوا في شغل كتير بيتكيس. ورينا الكوتشيات. في حاجه مفتوحه ده زي كده ب 35 جنيه. الكوتشيات بصوا، والوانات والكوتش ده ب 35 جنيه. خفيف ريشه، عايز اقول لك تحفه. بصوا كوتش زي ده ب 35 جنيه، حلو قوي. بصوا بالتاني مفيش، ما انا بقول لك ده خفيف جدا. انا بدات معاكم المره دي كوتشيات، كل مره بنبداها معاكم اسليبرات، لان عرض الكوتشيات النهارده حلو قوي. يعني حاجه زي كده كوتش زي ده يبقى ب 35 جنيه. افتح لنا كوتش يا محمد كده. كوتشيات كتير. وده ب 35 يا محمد؟ كوتش ده ب 35؟ افتح لنا ده بعد، ده بعد اذنك. ورينا ده. بصوا الكوتش ده يبقى ب 35 جنيه، حلو قوي. ده كوتش شموه يا جماعه ب 35. انا عايزك تورينا ده يا محمد كده. بصوا الكوتش ده، والله كوتش الشياكه يتقال له يا بلاش، ده ب 35 جنيه. تحفه، حلو قوي قوي. عايز اقول لهم ان في موديلات كتير في كوتشيات تحت اهي، كل ده يبقى 35 جنيه. معانا حاجات ببهات زي كده، دي ب 20 جنيه يا بلاش. النهارده ببلاش والله، ب 20 جنيه. بصوا حاجه شياكه زي كده ب 20 جنيه، حلوه جدا. بصوا حاجه زي دي برده، ده يبقى ب 20 جنيه. انا بس مش عايزه اطول عليك، كل ده ب 20. بصوا حاجات زي كده، دي هتبقى ب 20 جنيه. كل اللي انتوا شايفينه ده ب 20 جنيه. تمام.
بصوا هلف معاكم برضو نبدا السليبرات. انا عايز اقول لهم بس يا محمد ان كل دي سليبرات موجوده معانا وموديلاتها استحاله اجيب لكم كل ده يعني، فانا احاول اوريكم كده موديلات معينه. ده قلنا عامل كام؟ 37 ل 41 ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه لحد ما 41 ب 20 جنيه الوانه متاحه. بصوا كل ده ب 20 جنيه، ده ب 20 جنيه يا جماعه بالوان، وكل دي الوان ليه وبعامل 20 جنيه. في ده جديد معانا اللي عامل زي الجوش ده، حلو قوي قوي. ده يعتبر لون واحد عشان هو الوان في بعض كده زي ما انتم شايفين. ب 20 جنيه برضه. بصوا الشياكه دي، ده برضه هيبقى ب 20 جنيه لحد 41. بصوا حاجه زي كده برضه عامل 20 جنيه تمام بالوانه، الكارو بتاعه. بصوا الجمال ده، ده يبقى ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه تحفه. حاجه زي كده برضه هتبقى ب 20 جنيه. يا عم اكلمك ازاي؟ معانا حاجة زي كده برضو، ده برضه هيبقى ب 20 جنيه بألوانه، يعني شايفة منه. بصوا اللون ده الجملي ده حلو جدا، ده برضه ب 20 جنيه. كل حاجة يا جماعة، كل موديل هنا هتلاقوا ألوانه متاحة. الأبيض بتاعه كمان أهو ب 20 جنيه. حاجة زي كده ب 20 جنيه. بصوا ده ب 20 جنيه، شفنا مع بعض اللي هو السترين، وده اللي هو الثلاث سيور ب 20 جنيه، تمام. بصوا درجات ألوانه كتير، وفي السترين ده برضه ب 20. الوانه كتير جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. الاتش ب 20 جنيه. الاتش ده بيتكرر على طول يا محمد. يعني بصوا الوانه كلها زي ما انتم شايفين، اي واحد من دول هيبقى ب 20 جنيه. 20 جنيه. بصوا الشبشب اهو ب 20 جنيه بالوانه. حلو قوي. من 37 لحد 40. لا والوانه كلها تحفه، يعني بصوا الاورنج بتاعه حلو جدا، المسترد بتاعه حلو قوي قوي. بصوا الشياكه والله. بصوا الجمال ده ب 20 جنيه، ده يتقال له يا بلاش، ده حلو قوي. والمموه ده جديد معانا برضو يا محمد، اللي هو الجيشي ده. بصوا معانا شغل الجيش ده جديد قوي معانا، المموه ده، ده برضو ب 20 جنيه. 20 جنيه برضو. بصوا معانا حاجه زي كده برضو، ده هيبقى ب 20 جنيه، حلو قوي. لحد 41، واللي احنا شفناه ده بكل الوانه، اي واحد من دول هيبقى ب 20 جنيه بس يا جماعه، ب 20 جنيه كل ده. الوانه كتير قوي. بصوا 20 جنيه شكله تحفه، تمام. بصوا معانا اللي هو النظار ده، النظار ده برضه هيبقى ب 20 جنيه بدرجات الوانه. يعني شايفه الرصاصي ورا كمان ب 20، كل ده 20. بصوا احنا استحاله نفتح لكم كل ده عشان وقت الفيديو بس. بصوا حاجه زي كده هيبقى ب 20 جنيه برضه، حلو قوي بالوان متاحه منه. بصوا الزهري بتاعه تحفه. بصوا الشياكه دي ب 20 جنيه، حلو قوي. 20 جنيه ده يتقال له يا بلاش ب 20. بصوا معانا الشغل كتير قوي، اي حاجه من دول عشرينات صح؟ اه كل ده 20 جنيه زي ما انتم شايفين، 20. هنلف كده ونوريكم برده بقيه الاشكال، تابعونا برده الفيديو كله، اسعاره حلوه قوي. حاجه زي كده برده ب 20 جنيه. بصوا عايز اقول لكم حرف الاتش فيه منه لسه بقيت الوانه. بصوا الجمال ده هيبقى ب 20 جنيه تحفه، ب 20 جنيه. وده جديد معانا برده قوي، ده برده هيبقى ب 20 جنيه. عشان الوقت ما يطولش معاكم بس، بصوا حاجه زي كده برده 20 جنيه. الابيض الاتش تحفه، ده ب 20 جنيه برده، تمام. عايز اقول لكم اشكال كتير جدا جدا، وفي اللي هو الالوان الكتير في بعض ده، ده برده 20 بالوانه، اي واحد من دول هيبقى 20. معانا الاستيك الشانل والموضه برده 20. ده اللي هو الاستيك يا جماعه، بصوا اللي هنا ده استيك، وده برده هيبقى ب 20 جنيه. ده برده جديد قوي معانا ده. كل ده شغل جديد يا جماعه هنا، كل ما باجي اصور عند صلاح عتبه بطلع بشويه شغل عسل بجد، حلوين جدا جدا جدا. حاجه الشياكه زي كده ب 20 جنيه. بصوا محمد فتحهولنا. بصوا شياكه والله تحفه ب 20 جنيه، تسلم ايدك. بصوا كل اللي ورانا ده، ورانا كمان كوتشيات بس عشان ما نفوتش الاستاندات. بصوا ورانا هنا كوتشيات ب 35 جنيه. هو ده 35 يا محمد؟ بجد؟ 35 يعني الكوتش ده سيبه لنا كده يا محمد، سيبه. بصوا الجمال ده ب 35 جنيه بالوانه يا جماعه. بصوا البيج بتاعه تحفه. بصوا البيج بتاعه. بصوا الشياكه دي ب 35 جنيه. يعني الكوتش هنا يا جماعه دي مش بواقي، ده في كميات كمان. 35 جنيه كل اللي انتم شايفينه ده. في حاجات فلاتات زي كده برده 35 جنيه. في حاجات فيله زي كده برده 35 جنيه. بصوا 35، كل ده 35 زي ما انتم شايفين. والابيض بتاعه تحفه برده 35 جنيه. بصوا انا بس ايه استحاله نجيب لكم الشغل كله 35. في سندل زي كده ب 30. ورينا كده يا محمد. سندل ده 30 جنيه. بصوا الصندل ده هيبقى ب 30، هو مستني بس مطرح ايه كله على بعضه يعني. 30 جنيه. ده ب 30 جنيه. بالوانه برده يا محمد، يعني بصوا شايفين منه اللون ده برده. بصوا الصندل ده ب 30 جنيه. هياخدوا الصندل ده ب 30 جنيه. حلو قوي. ده اسود ده برده ب 30. كل دي موديلات 30، كل اللي انتم شايفينه ده 30 جنيه. تمام.
اي صندل موجود هنا يبقى سعره كام؟ ب 22 جنيه 27 لحد 40 لحد 41 يعني الصندل ده عامل 22 جنيه بالوانه يا جماعه اللي شايفه منه جوه البني وفي الاسود ب 22 جنيه حلو قوي والصندل الاستيك ده اه في حلو قوي بس هو لون واحد ولا ايه؟ بصوا ده الصندل ده هتاخدوه ب 22 جنيه وده جديد قوي برضو الله يسلمك الحمد لله يا حبيبتي منوراني الله يخليك اللهم امين يا رب الله يخليك يا حبيبتي حاجه زي كده برضو هتبقى ب 22 جنيه حلو قوي كل ده ب 22 لحد 41 كل اللي انتوا بتشوفوه ده موديلات كتير للصنادل وبتتجدد على طول صح يا محمد؟ صح تمام في ايه معانا تاني؟ بصوا حاجه زي كده برضو هتبقى ب 22 جنيه حلو قوي ده برضو وصنادل زي كده برضو بصوا 22 جنيه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش ونقعد نفتح لكم كل حاجه اي صندل هتلاقوه موجود هنا بصوا حاجه زي كده ب 22 جنيه الصنادل كتير جدا جدا يعني انا بشيل موديل بلاقي بعده موديل تاني ب 22 جنيه بصوا الجمال ده 22 جنيه ده ب 22 جنيه برضو حبايبي كل دي موديلات موجوده وفي كميات اللي محتاج كميات وجمله يا محمد صح؟ ايوه تمام عايزين نجيب بقى معانا الشوزات عشان ما ننساهاش بصوا في عرض كمان هنا ب 20 كل ده ب 20 جنيه بصوا عشرينات كل ده 20 امهاتي امهاتي ب 20 بصوا شباشب الامهاتي ب 20 جنيه تمام بصوا على اختلاف اشكاله كل ده اي شبشب من دول ب 20 جنيه امهاتي برضو اشكال منه ثانيه بصوا حاجه زي كده اهي امهاتي ب 20 جنيه تمام في ايه معانا هنا الجزم بقى انا عايزه اقول لهم كل موديل بالوانه يعني ومعانا المقاسات لحد 41 يعني تمام ودي هتبقى بكام الجزمه ب 20 جنيه بالوانها يا جماعه يعني بصوا في هنا اهي دي ب 20 جنيه حلو قوي الوانها كلها موجوده كل ده هيبقى ب 20 جنيه تمام ومعانا الفيونكه دي برضو ب 20 زي ما انتم شايفين بيختلف الموديل معانا كل ده بصوا اهو كل ده يبقى ب 20 جنيه ب 20 في شغل لسه بصوا الشغل جاي وبيتكيس يا جماعه لسه اهو كتير كميات موجوده حاجه زي كده برضو 20 جنيه تمام في منها التايجر وفي الدواير ب 20 جنيه كل المقاسات لحد 41 بصوا الشوز ده هيبقى ب 20 جنيه تمام بصوا الموديلات ما شاء الله عشان بس ايه ما نطولش عليكم وقت الفيديو بحاول اديكم ايه الموديلات اللي بتيجي قدامنا بصوا ده لون تاني منها ودي ب 20 جنيه تمام في منها المنقط وفي المشجر وفي التايجر كل ده اهو ده ب 20 جنيه تمام احنا عايزين نشوف معانا الشنط بقى يا محمد بصوا معانا موديلات كتير شوزات و ومعانا عرض حلو جدا على الشنطه هتشوفوه دلوقتي بصوا حاجه زي كده برده ب 20 جنيه تمام هنيجي معاكم بقى كده نشوف مع بعض في صنادل زي كده ده ب 22 برده جديد لسه مكيسينه ده برده هيبقى ب 22 جنيه على اختلاف الوانه نعم منوراني عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ جايه منين؟ من الحدايق من الحدايق لقيتي مصداقيه هنا في المكان اه طبعا نفس الاسعار ما بتبقاش فيها عيب ولا حاجه برجعها بياخدوها تمام لقيتي نفس اللي بنقوله في الفيديو ولا لا والمعامله عامله ايه طيب زي الفل هم كلهم احسن من بعض منورتيني وعلى راسي الله يخليك واتشرفت بمعرفتك الله يخليك ماشي يا حبيبي اهو سينا ايه جايه منين جاي من سينا؟ اه والله جاي من جنوب سينا ولا ايه؟ لا الشمال الوسط يا طبعا من وسط سينا نورتيني على راسي حبيبتي نورتي متابعينك برضه على راسي حبيبتي اتشرفت بيكي واتشرفت يعني. بيكي ايه رايك في المكان طيب؟ المكان انا بصي بتعامل معاه من حوالي سنتين ثلاثه والله ما شاء الله حسن معامله يعني لا ده كفايه اسلوبه يعني انا برضه مش معايا فلوس خلاص تمام نورتيني واتشرفت بيكي اهلا بيكي 22 جنيه ده هيبقى ب 22 جنيه ده صندل برضه يا جماعه ب 22 جنيه كل الوانه متاحه زي ما انتم شايفين كده معانا برضه عرض على الشنط يا محمد نشوفها معانا بقى عشان ننهي معاكم الفيديو ده ما نطولش عليكم اكتر من كده بصوا هنبدا معاكم عرض الشنط في عرض حلو جدا على الشنط النهارده بصوا الشنط هنا كل حاجه متسعره مش هتحتاجوا تسالوا حد بصوا الجمال ده الشنطه دي هتبقى ب 35 جنيه وفي منها اشكال والوانها اشكال والوانها بصوا دي برده هتبقى 35 انا عايزاك تفتح لنا شكل تاني بصوا الجمال ده افتح لنا دي يا محمد بعد اذنك بصوا دي حلوه قوي دي تطشين وشكلها شياكه والوان كتير كل ده 35 جنيه باشكالها يا جماعه بصوا 35 جنيه تحفه
بصوا الشياكه دي، دي ب 35 جنيه اتقال لها بلاش بجد، حلو قوي قوي، اشكال والوان منها كل ده 35. في تحت اشكال ثانيه بصوا زي ما انتم شايفين كل ده 35 جنيه، في شكل زي ده برده 35 جنيه، كل دي اشكال ليها 35 جنيه. معانا الشنط برده دي 35 وريتها لهم، دي بالوانها، دي 35 بالوانها. معانا الشنط الكبيره اللي زي كده كده ب 35 جنيه برده، ورينا كده يا محمد. بصوا الشنطه دي هتبقى ب 35 جنيه بالوانها يا جماعه، يعني البني بدرجاته بالكافيه والكشمير والاسود 35. ومعانا الشنطه الكبيره دي عامله كام؟ بصوا الكبيره دي هتبقى ب 60 جنيه تمام. ورينا دي يا محمد كده عامله 60 دي برضو؟ لا اللي تحت ايدك دي 60، ودي هتبقى ب 60 جنيه. 60 جنيه اي شنطه من دول هتاخدها ب 60 جنيه، ودي اللي هي بكام؟ بصوا الجمال ده ب 35 جنيه. 35 جنيه كل ده 35 جنيه اي شنطه من دول. تعبتك معايا يا محمد وشكرا جدا. احنا النهارده كنا عند مكتب صلاح عتبه، الفيديو النهارده كان اسليبرات وشوزات كوتشيات، معانا كمان شفنا صنادل، والاسعار كانت بادئه في الفيديو ده من 15، انما المكتب اصلا اسعاره بادئه من 2.5 جنيه. التشكيله دي كلها بتتجدد على طول، سواء حريمي اطفالي خروج بيتي كل حاجه بتتجدد هنا في المكان. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا، واسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ازيك يا محمود؟ كل سنه وانت طيب. بصوا بقى اللي مش عارف يوصل لمكتب صلاح عتبه، محمود ابنه موجود هنا على الفرشه اهي هيطلع. بصوا احنا واقفين قدام القصر الذهبي اللي عطور برده عشان نبقى واضح معانا اهو. وبصوا اول ما هنلف كده هنلاقي جراج العتبه في وشنا والسنترال، واللي جاي من المترو هيخرج من هنا. بصوا الدخله دي اللي بتخرج منها محطه مترو العتبه. بصوا هتدوا ظهركم على طول للسنترال هتلاقوا محمود واقف قدامنا هنا، وهسيب لكم برده رقم محمود، رقم الحاج موجود طول عرض الفيديو على الشاشه. ماشي يا محمود تمام. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل مكتب صلاح عتبه. احنا واقفين دلوقتي في قلب ميدان العتبه، قدام ده جراش العتبه وقدامنا ده سنترال العتبه. الشارع اللي في النص ده اللي بنطلع منه من محطه مترو العتبه، الناس اللي خارجه دي كلها خارجه من محطه مترو العتبه. هتلاقوا الجراش يمين والسنترال شمال، هندي ظهرنا على طول لجراش العتبه زي ما انتم شايفين كده. هنلاقي محل القصر الذهبي للعطور، هعمل لكم عليه زوم كمان. ده محل القصر الذهبي للعطور على اول الشارع اللي احنا هندخل منه. احنا هندخل من الشارع ده وهنفضل ماشيين وهوديكم لحد المكتب بكل سهوله. في ناس كتير في الجوله الاولى قالوا لي مش عارفين نوصل، عملت لكم منه فيديو قبل كده، فناس قالوا مش عارفين نوصل، فانا هوديكم لحد المكتب وهديكم علامات مميزه برده تخليكم ما تسالوش خالص وتوصلوا للمكتب بكل سهوله. هنفضل مكملين وماشيين في الشارع كده لحد اول تقاطع يقابلنا، هنحود على طول يمين. اول تقاطع ربنا يجعلنا من اهل يمين، هنلاقي محمود محمد يحيى رشدان بتاع الكوالين، ده محمود يحيى رشدان بتاع الكوالين. هنفضل مكملين وماشيين على طول يمين زي ما انتم شايفين كده. انا همشي معاكم لحد ما هوديكم لحد هناك، هوديكم بكل سهوله ان شاء الله. هنمشي مكملين كده هنلاقي ده مكتب صلاح عتبه اللي انا هعمل لكم عليه زوم. اليافطه دي هطلعكم برده لحد المكتب، دي اليافطه اللي عملت لكم عليها زوم، دي بتاعته، هو موجود في الدور الرابع في العماره دي. احنا هندخل ده هنا من جنب محل اسمه النبراوي زي ما انتم شايفين، فرج النبراوي. احنا هندخل في الممر اللي جنبه على طول. بصوا هنحود على طول شمال كده في الممر ده، اول باب عماره يمين هيقابلنا هتلاقوه على طول اليافطه محطوطه فوق، وهوريها لكم برده دلوقتي. بصوا اول باب عماره يمين قابلنا على طول هتلاقوا على طول مكتب صلاح عتبه في الدور الرابع. هنطلع مع بعض كده ونكمل، بس انا هقصر عليكم بقى السلم كده، واول ما اطلع الرابع اكمل معاكم تصوير كده. خلاص كنا طلعنا الرابع زي ما انتم شايفين، هتلاقوا كمان على الحيطه مكتوب صلاح عتبه ورقم التليفون بتاعه. كده كنا تقريبا خلاص وصلنا الدور الرابع، ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده واللي هتاخدوا بيه باسعار الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك، واستنوا جوله جديده من المكان، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.